السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم درس اليوم. سؤال كلش مهم ينطرح دائما، شلون اتعامل ويا الصورة اللي تجيني وشلون اقدر احافظ عليها، زين، وش اسوي على مود اشتغل ككم من صورة بطريقة ناجحة. زين، ابقوا ويا حتى تعرفون كم نقطة على مود تعرفون شلون تشتغلون ككم من صورة ناجحة. ابقوا ويا. هسه عندنا هذا الصورة دشوا قدامكم جامدة هي من البراحة موجودة. زين، طبعا هاي نوعية من الصور، هاي النوعية من الصور تكون يعني شلون اقول لكم مثل البسكت، تتأثر بأصغر رطوبة، لازم تحطها بمكان جاف يعني تبريد جاف. وانا شو سويت، كنت احطها بالتجميد جمدها وراها تقدر تشيلها اعتيادي، بس ثواني تنتظرها قبل راح تبدي تحل. هسه هذا قالب مثل ما شفتون شلون غلفنا الصورة مع الطفل، راح ابدي اسوي النقشة مناسقة للطفل. الجماعة رادوها فلة، يعني النقشة الجانبية فلة، رادوها اصفر زين وابيض. هسه انا راح ابلش عندي هذا اللون الاصفر، راح اسوي طبعا هذني الالوان الكريمات زين، القواعد مال الكيك زين، الطحين والسبونج كل موجود عندي متوفر، ابيع من عنده، توصيل كل المحافظات. اللي يجعوا في الاسعار يحكي وياي على الرقم اللي حاطه اني باول الفيديو مال الاعلانات، هو نفسه شو اسمه مال هو نفسه مال الشغل، يحكي وياي شو يحتاج أنا أقدر أوصله هي منطقته يوصل. أنا عندي عقد ويا شركة توصل المواد الأولية. زين، اللي يرجع للدروس القديمة، دروس قديمة موجودة، تقدر تدخل الدروس القديمة تحت شنو عندك نقص، شنو عندك شغلات احتياجات موجودة إن شاء الله. تعرفون أنا محضر لكم شو اسمه دا أخطط التجمع معرض بغداد الدولي راح نسوي ان شاء الله، واعطيكم المواعيد ما توضبت قبل مدة. اذا انشرف بكم هناك، هناك نسوي قاعدة وفقرات موجودة، الحضور عوائل عادي ماكو مشكلة. زين، ان شاء الله راح يكون تجمع يعني غير شكل. نشرف بكم هناك، انتظركم همين. هسه انا سويت هذا الشيس، راح اشوفكم نوع الفورمه اللي انا استخدمتها هسه. ثواني بس اقص الشيس. هاي الفورمه اللي هسه انا هذه هسه راح اشتغل بيها، اسوي فورمه بعد الاخ نفسها بس للون الابيض. انا مو ابلش بيه، نفس الوقت اللي عنده سؤال، اللي عنده شيء مستعصي، اللي عنده فشغلة مهمة، هم رقمي موجود، خليه يتصل على الخط بشكل مباشر، خليه يتصل على الخط يعني يتصل اتصال يعني مو على الفايبر او على الواتساب، لانه موقف الاتصالات على الفايبر او على الواتساب. اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده مشكلة يتصل واني بالخدمة. لأن بس اتمنى الاتصال يكون وقت مناسب، يعني مو خارج نطاق الأوقات الغير مناسبة، وأنا أكون بخدمة. هذا النقشة الفورمة الثانية هي هذه، هاي الفورمة الثانية. هسه راح نبلش، راح يكون الفيديو مسرع، أنا مو بناخذ هواية من الوقت.
هسه مثل ما تشوفون هذا القلب صار هيك قدامكم، الطلب مالته هيك كان بهاي الهيئة. زين الطريقة كل سهلة، أهم شيء إنه الصورة تتجمد قبل فترة، قبل ساعة أو ساعتين، ومن تطلع من الفريم من تطلع من التجميد قبل على السريع تلزقوها. على مود تخلصون من هالسالفة، إنه كواي خبروني يشتكون من ال الكيكة أم الصورة إنه عندهم صعبة. زي مثل ما تشوفون هسه اشتغلت قدامكم كل سهلة، وما يحتاج لها ذاك التعب، بس يحتاج لها اشتغلها بهدوء، غطي الصورة وحطها بالتجميد مدة ساعة ساعتين، حتى تحطها يوم عليها شي. زين أخاف مثلا يقول لك واحد أنا أريد الكيكة مالتي مثلا عقب باكر، وأنت جايب الصورة ما عليها أي شي، بس حطها بالتجميد ما عليها أي شي، مو بالبراد ولا بالثلاجة، فقط بالتجميد اخواني. واللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، يقدر يتصل على الرقم اللي حاطه انا باول فيديو. نشوفكم بالخير، في امان الله.